اللي اعتمدت اساسا على الوقود الحفري زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي كمصدر اساسي للطاقه، مع استخدام غازات الكلور والكلور والكربونات الصناعه بكميات كبيره جدا، ده ادى الى انتاج غازات الصوبه الخضراء اللي هي الجرين هاوس جازز، وانتجت بكميات كبيره جدا تفوق تحمل الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الكرة الأرضية، وده أدى إلى زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية. من أشد المخاطر التغيرات الحراري وزيادة كميات ثاني أكسيد الكربون وسموميته الكائنات الحية وبقاؤه مغلفا للكرة الأرضية، ده أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وبالذات في الطبقات القريبة من سطح الأرض، وبدأ ثاني أكسيد الكربون يغلف هذه المنطقة تغليفا يكاد يكون كاملا، وده أدى إلى رفع درجات الحرارة وأدى إلى ظاهرة الجلوبال وورمينج. جلوبال وورمينج دي بدأت تخلي الجبال الجليدية اللي في القطب الجنوبي والقطب الشمالي يحصل لها إسالة، ابتدت سطح بعض المحيطات والبحار يزداد، لدرجة يمكن أنا كنت مع الدكتور مصطفى طلبه من فترة إن إحنا بعد 15 سنة هتبقى المنصورة هي أول بلد على البحر الأبيض المتوسط، وهي الراجل كان يقول كلام بديتا فعليا موجودة هو جماعة، يعني اسكندرية والمدن الساحلية دي لغاية المنصورة هتزال إزالة كاملة أو هتغرق، وهتبقى اللي عايز يصيف بيروح يصيف فين؟ في المنصورة إن شاء الله. طبعا حاجة جميلة كويس. طبعا بالاضافه للكوارث الطبيعيه الفيضانات العواصف الثلجيه البراكين السيول الحرائق الناتجه عن الجفاف، كل دي كلها ظواهر ذات اصل بيولوجي في الحقيقه، ودي بتغير الخطوط الجويه في العالم وبتعمل على انتشار الاوبئه كمان في نفس الوقت. البراكين والزلازل والسونامي اللي بيحصل كلها حاجات غير متوقعه، ولكن هي ليها علاقه بالتغيرات البيئيه على سطح كوكب الارض. هنيجي نسال نفسنا زي ما انا كنت بقول خلي الكونسيبت بتاعنا انا بوصف لكم المشكله، لكن انا مش قادر اقول لكم الحلول ايه، لان حلول هذه المشكله هتحتاج الى تضافر جهود سياسيه وسكانيه واجتماعيه مع بعضها. يعني انا ما اقدرش اقول اوقف مصانع مصر واسيب امريكا بتضخ كميات من ثاني اكسيد الكربون مهوله كل يوم، واذا لم يتكاتف العالم كله لحل هذه المشكله فلا حل لها، وان الكارثه قادمه لا ريب فيها. شكرا.